القطايف وحدة من الوصفات الرمضانية المميزة، ومثل ما بتعرفوا أنا ما بحب الشيء التقليدي أبدا. لهيك اليوم القطايف كانت بالفرن وبشكل جديد، لدرجة أنه حتى هي ما عاد عرفت حالها أنا قطايف ولا نابلسية. قطايف بالفرن، أنا مجنون، حدا بيعمل هيك وصفة هو صايم؟ شوفوا ما شاء الله القطعة، تعالوا نشوف كيف حضرنا القطايف بطريقة جديدة. دي كاستين مي فاترين، هاي اثنين معلقة صغيرة سكر، نص معلقة صغيرة من الخميرة، نحركهم كتير منيح، رح اتركه 5 دقائق. وبوعاء تاني كاسة ونص من الطحين، معلقة ونص سميد، معلقة كبيرة نشا، معلقة صغيرة من حليب البودرة، رشة ملح كتير صغيرة، ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، نخلطهم كتير منيح. صارت جاهزة، رح فضي النواشف فوق المي بالمعلقة. حان وقت الخلط. بدي ضل تقريبا دقيقتين ثلاثة عم اخفقها كتير منيح. هلا هيك صارت جاهزة. رح نجيب المصفاية نصفيهم كتير منيح. هلا هيك صار وقت نغطيها ربع ساعة وبنرجع لكم. هلا هيك يا حبابين صرنا جاهزين، صار لازم نفضي المزيج بالبريق هاد لحتى نتحكم بالصب اكثر. العجينة عندي جاهزة، بدي طواية تكون سميكة، لحقوني على الغاز. شغلت الغاز هون على حرارة متوسطة، بدي استنى شوي لحتى تحمى الطواية عندي منيح لحتى بلش تنزل القطايف عليها. هلا هيك رح بلش انزل بعجينة القطايف، بدي القرص يكون كبير. بسم الله. وزع المقلاية كلها، شايفين كيف؟ هيك خليه يغطي كل المقلاية. شوفوا ما احلى الفقاعات. خلينا ناخذ قرص هلا حضاري. هلا هيك رح بلش شيلها من الاطراف شوي شوي. شوفوا اللون، شوفوا ما شاء الله اللون، شايفين؟ هلا هيك اول قرص صار عندي تمام. شوفوا اللون من تحت. هلا هيك يا حبابين صاروا جاهزين، شوفوا ما شاء الله القطعة ولا أحلى من هيك، صغيرة كبيرة أي حجم بدنا إياه بنعمله ما في مشكلة، بس لأنه اليوم عم نشتغل على شيء معين أخذناها بهذا الحجم الجامبو. خلينا نشوف بعد شوي شو رح نعمل. جامبو. ولبين ما تبرد عندي ضروري كثير جهز الجبنة. رح أحط هون 300 جرام للجبنة الحلوة المخصصة للكنافة والنابلسية. رح نفركها كتير منيح، وإذا بنحسها فيها مي ضروري كتير نصفيها لحتى ما تعمل لي مشاكل بالشغل. رح نجيب صينية الفرن، يكون مدوب عندي شوية سمنة، ونزلها على الصينية. يوزع السمنة على الصينية كتير منيح. رح نجيب قطعة القطايف وننزلها هون، ورح ننزل بالجبنة فوق. بدي أحاول خلي الأطراف فاضية. هلا هيك رح ننزل بالطبقة الثانية، شايفين كيف؟ بهذا الشكل. بدي احاول كبس كثير على الخفيف من هون. رح ناخذ الثانيه ونحطها كمان جنبها هون. واكيد بعد ما سكرناهم لازم ندهنهم كثير منيح بالسمنه. هلا هيك يا حبابين على الفرن، درجه حرارته 180 شغال فوق وتحت 5 دقائق. يلا. وهيك بتكون طلعت من الفرن. بس شو ها؟ ننزل عليها بالقطر مباشره. طبعا القطر بارد. بسم الله. يا ويلي. حتى الثانية كمان بسم الله، شايفين القطر سميك وهي سخنة. وزعهم هيك. هلا هيك بدي اقلبها على الطرف الثاني كمان مشان نعبيها قطر. شوفوا لي اللون من تحت ما احلاه. يلا. هلا هيك صار وقت نقص. بسم الله. يا ويلي. شوفوا الاختراعات الرهيبة. طلعت. ايوه انا مجنون. حدا بيعمل هيك وصفة هو صايم؟ بسم الله. اوف يا ويلي. طلعت كمان ولا غلطة. يعني شو بدي اقول لكم ما بعرف، بس شيء ما بيشبه شيء ابدا.
هيك يا حبابين، مع هي الروائح الحلوة والشكل الأنيق وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شفنا كيف اشتغلنا، غيرنا التكنيكات كلها لحتى نحصل على هي النتيجة. ضروري كتير تجربوا هاي الطريقة. كان معكم الشيف أحمد، سلام.